طبعا ما يمكنش نديو على الشهرين بلا ما نديو على الاخيرين. طبعا كتقصد بالاساس نوفمبر وديسمبر، لان هذا مازال. انا شخصيا دائما من عادتي هو الا كان دير تقييم هو اشنو طرا في الصيف، عاده 20 غشت لاول مره الملك ما كيلقيش الخطاب ديالو، وكان الخطاب ديال 20 غشت مهم بالنسبه لنا ملي كنا صغار. ديما كنراهنوا عليه، واش هيوقع عفو، واش انفراج، واش اشنو هي السياسه اللي غتكون. دائما حتى في العلاقه مع المؤسسات الدستوريه خاصه القضاء، جميع القرارات المصيريه التاريخيه انها يتم الاشاره او التلميح الى بتقول الطيف او الملامح اللي يمكن تكون في المستقبل في 20 غشت. هذاك الخطاب للاسف انا اتحمل مسؤوليتي، لاول مره الخطاب ديال 20 غشت ما كانش، ولهذا غادي نلاحظوا الخريطه ديال الطريق ما كانتش واضحه بالنسبه للمواطنين الا حتى جاء الخطاب ديال الجلسه الافتتاحيه ديال البرلمان السنه التشريعيه. ما فيش امور كثيره، ولكن في الخطوط العامه بالنسبه للماليه شنو غادي يجي في العلاقه مع المشروع ديال الدوله الاجتماعيه. ولهذا هذا الربط كان ضروري باش نقول لاول مره كيوقع ارتباك ونسميه نوع من الارتجال، اختلط الامر. انا لا اتصور علاقتنا بفرنسا، علاقتنا بالصحراء، علاقتنا بافريقيا، علاقتنا بمجموعه ديال الامور، القضيه الفلسطينيه الى اخره، فضيل هذا الزخم ديال الى قلتي بؤر النقاش والتوتر والعلاقات والانفتاح الدبلوماسي الى اخره. الدوله كطرح المشروع ديال اصلاح مدونه الاسره لاول مره، كيبان ليا ما فهمتش بشكل موازي قانون الماليه كيتناقش حتى واحد ما دوا فيه، واللي هو المفروض يكون امتحان للمؤشرات ديال المشروع التنموي شنو غيدير فيه. إذن أنا التقييم ديالي بصفة عامة، المسؤول على المشروع التنموي هو مرتف مع رجال التعليم ونساء التعليم، مرتف، بل أنه كينقترح هو اللي غيولي بلاصة المندوب السامي ديال التخطيط، بلاصة مولاي أحمد العالمي الحليمي. هذا الارتباك إلا زدنا عليه ما جرى مؤخرا إلى آخره، كاين شوية ديال الفجائيات نعمل الفجائيات، ما نقولش المفاجآت، ولكن دائما الفجائيات ليست بالضرورة هي داخلة في المرتجلات، فهمتي، فيها نص طيبة، بحال داك الفريت اللي كيعاود يطيبوه طيب نص مجدل ليه، كاين شوية كوك. إذا كاين نوع من التوجيه، ولكن كخلاصة هو اللي كيمكن نقول أنا بأنه الآن يناير بناء على ما جرى من وقائع، وهذا مست جميع الدواليب بما فيها داخل الدوله وكذا، لان ما يجري في العلاقه مع تشيل الاسكوبار هذا الملف يبدو انه كاين هناك نوع من التنازع ما بين الاجهزه، نوع من التنافس. المهم الدوله عارفه اش كدير، ولكن اللي بغيت نقول انا هو انا اعتبر بانه الدخول الحقيقي لم يحصل بعده، الدخول السياسي والاجتماعي، وسنفاجأ ابتداء من هذا الفصل الشتاء. اذا غادي يكون دخول تمناو يكون منضبط الخيارات الامنيه ديال الدوله، والا سيقع انفلات. الور انا كنقول اول تقييم وغيكون فيه امتحان حتى العدالة والقضاء واستقلال القضاء. أنا في نظري، وهذه إيمان قوي عندي بها، كنشعر بواحد النوع من الفوبيا. كاين جوج الأمور كيمشيو بشكل متوازي، كاين خصص اجتماعي عويص اللي قالوا المصريين فظيع
جاي. وهاد الخصص الاجتماعي لا يهم الطبقة الكادحة والفقيرة والفئات الهشة فقط، بل أنه وصل إلى الشريحة المتوسطة في الطبقة الوسطى، بمعنى والتجليات ديالو في رجال التعليم. ولهذا لا ينبغي النظر لما يجري الآن في المنظومة التعليمية مرتبط فقط بالحاجيات المادية كذا، بل أيضا مرتبط بالخيار المعرفي للدولة. إذا أنا كنقول خصنا ننتظر، للأسف الدولة وعقله الأمني وحدهما في المجال. ما نقولش ما كاينش أحزاب، كاين تعثرات على مستوى إطلاق المبادرات والتفكير والحوار إلى آخره. ونفس الشيء بالنسبة لكل آليات الوساطة وآليات الدفاع المدني، كاين شوية تحركات مبادرات إلى آخره، ولكن أنا أعتقد بأنه لا شيء يواجه الدولة، ماشي بالمفهوم ديالها الصدامي، ولكن لا شيء يحد من سلطة الدولة إلى آخره. إذا لي كونتر بوفوار ما كاينينش، لي زونتي تيز ما كاينينش. إذا الدولة هي اللي كدير جدول الأعمال وهي اللي كتنفذو راسها، ما يسمى بالمعارضة. راك شفتي الهشاشة اللي كاينة على مستوى المؤسسات التمثيلية، خاصة البرلمان بمجلسيه، ما كاينش. إذا كاين شوية الدولة، وهذا هو الخطير. والدولة ملي كنقولوا الدولة، فهي حتى داخليا خصها تحل المشكل ديال الهشاشة في التواصل وفي العلاقات اللي كاينة. أعتقد بأنه، وهذا دائما كنقولها أنا، من الأسباب ديال سقوط الدول أنها كتفتح الباب لما يسمى الدولة الرخوة. كاين قوانين ولكن لا تطبق، كاين شعارات، كاين التزامات ولكن لا تنفذ. وأهم التزام هو ضمانة عدم التكرار، وهنا انتهاكات الجسيمة. إذا شفنا الخصائص وشفنا المقاربة الأمنية كيفاش كتمشى الأمور، فرغم ما يسمى بالقوة الناعمة وبأنه ما كاينش القمع المباشر وهذا، فأعتقد بأنه حذارين، لأنه واخا تنفيس واخا داكشي كاين مشكل. هذه النقطة الأولى ديال ضمانات عدم التكرار، خص التفكير فيها في العلاقة مع الحكمة الأمنية، لأنه كيف ما كان الحال الاحتقان الاجتماعي كي ترتب عليه انفلات أمني. إذا ندق عاوتاني ناقص الخطر، لأنه كاين مشكل في هذا الشيء. ارتباطا بهذا، هو الدولة الرخوة ليست كل القوانين تطبق على مستوى مثلا تجريم الفساد، خاص مجهود. فعلا الحكومتين السابقتين او الاسبق، سيرتو الحكومه الاسبق، كانوا داروا واحد استراتيجيه ديال عدم الافلات من العقاب، ولكن على مستوى الا بغيت تقول الرشوه والتخليق والفساد، ولكن داكشي طفيف غير بناء على او استجابه للاملاءات او طلبات ديال المؤسسات الماليه الدوليه باش يكون التهذيب. ولكن على مستوى الجرائم الاقتصاديه والماليه والسياسيه وهذا، مازال ما دارتش هذه الاستراتيجيه. وحتى الاستراتيجيه اللي كاينه الان، لاحظ معي على مستوى المصطلح استراتيجيه الحد من الافلات من العقاب، استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب، بمعنى كاين الإفلات غير الحد منه. هذه استراتيجية اللي كيوعدونا بنا، حتى هي مازال ما دارتش. أما هو اللي مطلوب هو استراتيجية عدم الإفلات من العقاب، عدم الإفلات. وغادي تلاحظوا فهمتي، طبعا المؤسسات اللي معنية بإنفاذ القانون فهمتي، وبما فيها القضاء والامن، المؤسسات المالية ووزاره العدل الى اخره، كل هاد المؤسسات اللي هي متماثله في هاد الغايه، غادي تلاحظ بانه حتى ما يجري الان، وهذا هو السؤال اللي كنطرح، هل هناك جديه في التعاون مع هاد الملفات دابا ديال هاد
ما يسمى بعصابة إسكوبار ومن معه. إذا هذا الملف كله أعتقد بأن على الدولة تكون جدية. الخطاب الملكي سطر على كلمة الجدية والمسؤولية، وهذا مطلب ديال الحركة الديمقراطية دائما. كاينه شعارات مهمة منتجة للخطاب، منتجة للحوار، ولكن خصها الجدية في التفعيل. كتعرفوا دائما أذكر بأن كل عملية سياسية اللي طبعا كأرضية باش العهد الجديد أنه يكسب الشرعية ديالو الشعبية ديالو، بالبعد الاجتماعي أولا، ولكن أيضا الجوانب كلها ديال مفهوم الجديد للدولة أو للسلطة، مفهوم جديد للسلطة، وأيضا المفهوم الجديد للعدل. إذا باقي هذا المطلب يراوح مكانه. جات معطيات جديدة، جات مستجدات جديدة. الدولة اعتبرت بأنه كل عملية سياسية التي رافقت العهد الجديد ديالها، إذا أو العقل الأمني، استنفدت. وتلاحظوا حتى النخبة اللي واكبات والنخبة اللي التحقات إلى آخره. فأنا أصور الأمور كلها بحال هكذا. الحد من الإفلات من العقاب ليس عدم الإفلات من العقاب. هذه الاستراتيجية كاين فرق كبير. بحال اللي كيبغي يستغفر سيدي ربي بلا ما يتوب. ما عرفت واش كتذكروا هذيك المأثورة، ذاك المنتوج ديال نجيب محفوظ، هذاك السيد كيمشي كيصلي وكيكمل وكذا، حتى كيسالو كيمشي يقصر، عاد كيكمل الليله ديالو. ولكن ملي كيصلي كيبغي يطلب سيد ربي، كيقول يا ربي تغفر ليا، وكيحضي لا تفلت لي يا ربي التوب عليا، حيت الا غادي تحرم من ديك المالدات وداك الشيء كامل. كذلك النخبه كتجري بهذا المنطق، والدوله ايضا كتجري بهذا المنطق. الحد من الإفلات من العقاب في نوع من التخفيف، نوع من الحد، نوع من التلطيف. وعنوان هذا الشيء كامل هو سحب الملف ديال متابعة الناس اللي كيتريو الإطراء غير المشروع. إذا سحبوا وزير العدل منين جا وسحبوا، هذا هو عنوان المرحلة. سحبوا بمعنى هذا نوع من الشرعنة ديال الإفلات من العقاب.